يقول بسم الله الرحمن يا قيفاني هبي علي هبت الشجعاني الليل هذا الليل ما هو عادي الشعر والمسباح والعرجاني وذا اجتمعوا هالثلاثة بشغلة يعني بولع بالجبل نيراني الليل هذا الليل ما هو عادي الشعر والمسباح والعرجاني وذا اجتمعوا هالثلاثة بشغلة يعني بولع بالجبل نيراني الليلة هالليلة القصيدة هذه مدري مدح ولا غزل فناني بس المهم منها قصيدة جزلة وأنا ترى موعود من شيطاني المهم الليلة هالليلة إيه الليلة هالليلة القصيدة هذه مدري مدح ولا غزل فناني بس المهم منها قصيدة جزلة وأنا ترى موعود من شيطاني واليوم أوفق بالنبط والفصحى نعم أبي يجمع الثنتين في قيفاني احنا نتعوذ من الشيطان يا عيسى واليوم أوفق بالنبط والفصحى أبي يجمع الثنتين في قيفاني العيون منهي وقفت لي عقلي تقول خدها ورد تلبستاني الله الله عيون هاي عيون هاي عيون ها شنها سهوم الكافر العلماني تجمعت فيها عجائب ربك الله الله تجمعت فيها عجائب ربك يعجز عن التعبير حتى لساني يا لطيف شمس وقمر والليل وش جمعها تجمعا في شكلك الروحاني سبحان الله عساك منتي يا الحبيبة بعيدة اي والله انش غايت العرجاني شعر النبط لجل الغزل خليته ولا الفصيحة بيمدح الذيباني سلام الله يأتيكم مهادا عليكم في الخطاب وفي البيان عليكم يا عقيل ولست أدري بأي المدح أجتث المعاني جميل. عليكم يا عقيل ولست أدري بأي المدح أجتث المعاني بطل إذا ما صال في يوم اللقاء يخضب من دماؤهم اليماني يصول بصارم ما بات يوما على الأعداء ما قد بات آني يصول بصارم ما بات يوما على الأعداء ما قد بات آني يشار إليه بالعقل الرجيح الله الله وأيضا بالمروءة والبنان ولدتك أمك يا عقيل لكي ترى بطلا عظيما ثابت الأركان الله الله أنت الكريمة وسيد في قومكم وإليك عنقود السيادة دائما سلامتك أحسنت أحسنت سن الله جميل 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 تختمها بالفصحى راح حلو أحسنت.